متابع مواضيعنا وبنوصل لمواضيع قانونيه بفقره ماي رايتس مع دكتور انطوان صفير، دكتور بالقانون استاذ جامعي، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. يعني دائما بنحكي مع حضرتك عن الدستور، بين قد ايه عم بيتطبق هالدستور اليوم على ابواب انتخابات، كمان دور النايب، دور المنتخب كمان كيف يختار النايب. ضروري نضوي على هالمواضيع هيدي. خلينا نبلش اول شيء بتحديد دور النائب بين القانون، بين الدستور، بين الواقع وبين التنفيذ كمان. يعني خلينا نقول انه النائب اسمه معه، هو ينوب عن جماعة مش بس اللي انتخبوا، حسب الدستور هو يمثل الأمة جمعاء، وبالتالي تنتخبوا مجموعة من الناس في منطقة معينة انتخابية ويذهب إلى البرلمان ممثلا لكل اللبنانيين. ليه؟ لأنه وقت اللي عم بيشرع ما عم بيشرع لمنطقته بس، وقت اللي عم ياخد قرار عم ياخد قرار عام وشامل. وبالتالي النايب دوره الأساسي هو أولا التشريع. شو يعني التشريع؟ يعني صناعة القوانين. هالقوانين مين بينفذها؟ بتنفذها الحكومة من خلال المراسيم، والوزراء والمؤسسات العامة من خلال القرارات. وبالتالي هالقانون اللي بيطلع هيدا قانون بده يمشي لفترة طويلة من حيث المبدأ. قديه مفروض؟ بذكر مثلا انه بعدنا للامس القريب عم نحكي بقانون الستين الانتخابات، بعدنا لليوم عم نعيش ازمة قانون الايجارات اللي انعمل بالخمسينات. يعني القانون شغلة خطيرة، منا شغلة بسيطة. وقت اللي بتروح تكون نايب بدك تكون نايب فعلي وتقوم بدورك، لانه عم بتشرع الك ولولادك ويمكن لولاد ولادك، وبالتالي إلى نتائج. هيدي العملية التشريعية منا عملية بسيطة، عملية إلى إطار وإلى ميكانيزم. يعني النايب بده يشرع أول شيء، ثانيا عنده مهمة مراقبة الحكومة. لأنه اليوم وقت اللي النايب بده يفوت على مجلس النواب بده يشوف السلطة التنفيذية اللي عطاها الثقة أو ما عطاها، يعني اللي المجلس عطاها، يمكن هو النايب ما عطاها الثقة، وبالتالي بده يراقب عملها، يشوف وين عم بتشتغل، وين عم بتقصر، كيف لازم يحسبها، من خلال سؤال، من خلال تحويل الأسئلة لاستجوابات، من خلال متابعة عمل اللجان كمان. يعني النواب لازم يروحوا على اللجان النيابية، يعني ما بيسوى أنه بس نشتغل يعني إطار هيك عام نظري، عملية زعماتية ونحضر جلسات العامة أو جلسات انتخابات الرئاسة. لا، النايب لازم يكون فاعل باللجان. وحتى النظام الداخلي لمجلس النواب بيحكي عن تغيب النائب. ما بعرف قد ايه عم تتطبق هيدي، يعني دون عذر مشروع النايب بده يقوم بدور هيدا فول تايم. هيدا موضوع منه سرته بوضع مثل وضع لبنان بحاجة لعمل 50 ساعة على 24، بعدما وصلنا لكل اللي عم نشوفه، ما بدنا ننق كمان، ولكن عم نشوف كل شيء عم يمرق علينا. إذن النايب بده يكون أولا مشرع، ثانيا يراقب الحكومة، أولا موجود مثل ما تفضلت أكيد وقالت. لأنه ما في شرع إذا مش موجود، لا في شرع ولا في رائب حكومة ولا في يوصل إلى يوصل الرسالة اللي هو من أجلها عمل نايب. بس إذا ما كان موجود، خلينا نبلش بأول شغلة اللي هي أقل شيء يعني وبسيطة جدا، إذا ما كان موجود وكان عم بيتغيب وما كان عم بيكون فعال وفاعل، بيتحاسب؟ يعني الدستور بيقول أنه بيتحاسب النظام الداخلي لمجلس النواب بيحدد كيف بيحضروا الجلسات وكيف بيتغيبوا عنها. وبالتالي بهذا الإطار النايب ما لازم يتغيب أكثر من جلستين دون عذر شرعي. نعم. يعني دون عذر شرعي طبي أو سفر أو غياب أو غياب. ليه؟ لأنه هو عليه أن يقوم بدور، وهيدا الدور وظيفة، مش بس وظيفة، وظيفة بمعنى الخدمة العامة. لأنه اليوم إذا موظف بقطاع معين قصر بيتحاسب عليها بيجي غيره، بس إذا نايب ما قام بدوره الدقا والمسائل رح تكون على سنوات طويلة. على يعني مثل موضوع اليوم المديونية العامة، المديونية العامة اللي هي اتخذت بقوانين ونفذت من خلال الحكومة وكل الأجهزة الرسمية. طيب هون كان في مسؤولية على المشرعين بإطار كيف تحسب هذا، يحسب هذا الموضوع وشو نتائجه. يعني لهالسبب نحن بنرجع بنستعيد كمان تاريخ الحديث واللي مرق على لبنان اللي بنسميه عصور الازدهار. يعني عهدي الرئيسين شمعون وشهاب. طيب نطلع ليه لبنان اخذ هالاتراكشن القويه؟ لانه عملوا قانون سريه المصارف، لانه عملوا قانون
قانون النقد والتسليف، اجى اموال اللبنانيين من العالم، اجى اموال العرب، اموال الاجانب، وظلت محفوظه وظل في ثقه رغم الحرب. نعم. ورغم الانفجارات ورغم الاقتتال بقيت. اليوم شو المشكله اللي عم بتصير؟ انه هويه لبنان الاقتصاديه بنفس الموضوع. طبعا هويه لبنان الاقتصاديه وقعت. نحن بحاجه لنواب ما يشتغلوا بزنس بالسياسه وما يشتغلوا سياسه على القطعه. التشريع هو عمليه عامه شامله تتطلع لأمور البلد مش لأمور المنطقة فقط، تنطلق وأهم شيء مش للأمور الشخصية. لا، الأمور الشخصية هذه ما في منها كلام. أنا بس نحكي بالشخصي، تركنا العام. نعم. نحن وين مشكلتنا؟ أنه في بزنس بوليتكس، يعني أنا بفوت عندي مصلحة تجارية صناعية بنكية شو ما كان، بفوت تحصنها بالسلطة، وهذا الشيء الخطير اللي عم نعيشه. للسبب صار في افتقار للمشرعين بالبرلمان. نعم. يعني الصناعه التشريعيه صار عندها مشكله بالتكنيسيان النواب اللي هن شغلتهم هذه الشغله. انا ما بقول انه كل الناس لازم يكونوا مشرعين، بس قد ايه لازم يكونوا ملمين بالقانون. هيدا اول شيء بدهم يكونوا ملمين بالقانون، ثانيا بدهم يتابعوا، بدهم يتابعوا. هذا موضوع منه شيء لوكس هيك بياخده الشخص، يعني منه منصب شرفي ان يكون نائبا. استاذ بدي اسالك هيك بعض الامور التقنيه، يعني اليوم لحتى يشرعوا قانون شو لازم يتاخذ بعين الاعتبار؟ يعني اليوم مش كل النواب هن رجال قانون، نحن بنعرف هيدا الشيء، ولا لازم يكون اكيد ما يكونوا رجال قانون بين كل الاختصاصات. اكيد اختصاصيين، في مصرفيين، في ناس صح. يعني بس شو المعايير او شو اللي لازم يتاخذ بعين الاعتبار لما بيصير في تشريع لقانون او تحسين او تطوير او تغيير بقانون ما؟ اول شيء نحن بس ينعمل القانون بيكون في شيء اسمه الاسباب الموجبه. شو هو الاسباب الموجبه؟ انه ليش هالقانون انعمل؟ ليه اليوم النايب عم بيقترح او مجلس الوزراء عم بيعمل مشروع لحاجه معينه؟ طبعا في حاجه، في مقتضيات بيجي القانون يعالجها. لسبب بالزمان قالوا في تشريع الضروره، قلنا لهم ما في شيء اسمه تشريع الضروره، كل تشريع وقت اللي بيصير فيه تشريع هو ضروري، والا ما لازم يكون بالاساس. اذا بيكون في اسباب موجبه، هالاسباب الموجبه بتحدد ليش النايب عم بيقترح او مجلس الوزراء عم بيقدم المشروع. أوكي. في سبيل قصة معينة بدها تتعالج ماليا أو قانونيا أو تنظيميا، يعني وشو هو الجهاز اللي لازم يشتغل فيه. هلأ إذا في تعديل قانون كمان بدنا نحط الأسباب الموجبة، ليش هالقانون بهالمادة أو هالمادة بده يتعدل، وليش بهالتوقيت، لا بده يكون في مفعول رجعي أو بده يكون معلق على أجل، أوقات بحطوا شروط معينة بعد مرورها ببلش القانون، مثل موضوع صح. قانون الانتخاب صح. بقولوا أنه انتخاب الست نواب كان هلأ بهي الدورة، والدورة المقبلة بيصيروا ست نواب من ال 128 وبيدخلوا الستة من الانتشار. ما بعرف هيدي الهندسة التركيبة اللي انعملت كيف انعملت وعلى أي أساس وكيف بتطبق، ومنين الست نواب اللي بدك تشيليون من 128 بالمرحلة المقبلة. رزما أنه وقفت هيدي القصة ومجلس نواب أخذ خطوة بهذا الاتجاه، والمجلس الدستوري لم يتوصل إلى قرار ووصلنا إلى قانون نافذ. نعم. يعني هلأ موضوع التشريع منه موضوع بسيط، خصوصي بمراحل تاريخية خطيرة عم بتمر على لبنان وعلى مستقبل لبنان وعلى الأجيال بس المكملة. استاذ أوقات بيصير في تشريع لقوانين ولكن ما بتطبق، يعني في كمالة للتشريع. إذا بدنا نحكي بالقانون، تشرع قانون مثلا تشرعوا استخدام الحشيش لأغراض طبية، وين صار؟ تشرع في عشرات القوانين في لبنان عم تطلع عن مجلس النواب وتاخد طريقة والحكومات ما عم بتطبق. مشان هيك مجلس النواب يعمل لجنة برئاسة النائب ياسين جابر تتصل بالوزارات وتقول لهم تفضلوا في قانون روحوا طبقوه. يعني هذا اللي عم بيصير تقصير فاضح، هيدا مش هلا، هيدا على مر السنوات بحق لهم. لا اكيد ما بحق لهم القانون، ما بحاسب. القانون هو اساس نظام البلد. نعم. انا ما بقدر كحكومه ما اعمل مرسوم لانه مش عجبني القانون، ما بعمل له مرسوم تطبيقي. طيب وين يعني المشكلة؟ بيكون هون عم بيوقف عمل النايب. طبعا مش عم بيوقف عمل النايب، عم بيوقف السلطه الدستوريه الام انه تكون ماشي بالطريق اللي نحن بنظام برلماني مفروض نكون فيها. نعم. وليش انتخبوا للنايب لهذا الغرض؟ والنايب ليه كمجلس نواب عطى الثقة للوزارة تتقوم بمهامها ضمن بيان الوزارة؟ هلا وين القصة؟ انه البيان الوزاري لو بيرجعوا بيجيبوا هالبيانات بحطوها فوق بعضها اغلبها كوبي بيست، او بتعالج نقطة معينة او نقطتين زيادة، بيكون شخص سياسي او مسؤول من مكان بهمه هذا الموضوع وفي هذه المرحلة، ما هذه هي. بعدين
قدره المجلس على المحاسبه ما عادت موجوده ليه؟ لانه اخترعوا لنا شيء اسمه الحكومات تصريف الاعمال، حكومات الوحده الوطنيه، حكومات الوفاق الوطني، هي ما بعرف من وين جابوها، واي وفاق ما حافظوا لا على وفاق ولا على وحده ولا على شيء، لا من خلال العمل ولا من خلال الروحيه، شو وصلنا؟ صار مجلس النواب، صار مجلس الوزراء ميني برلمان. نعم. ما عاد مجلس النواب قادر يعني صار يحاسب. مجلس النواب ما بقى كانه عنده دور. ما عاد قدر يحاسب، وصلنا لمرحله صرنا نختلف على كل شيء. هلا نختلف على تطبيق المواد، مين بيفتح الدوره الاستثنائيه؟ بكره بانتخابات الرئاسه بنشوف موضوع النصاب، بتتذكري موضوع النصاب؟ نعم. بين الثلثين والنصف زائد، يعني كيف بيمشي البلد؟ بس استاذ عم نحكي بالقانون، بس النواب اليوم بواقع الارض يعني برايك عم يعملوا دورهم على اكمل وجه؟ يعني عم بيحاربوا هالتعطيل يلي عم بيعطلون اياه؟ خلينا نقول انه ما حدا عم بيعطل حدا، الجهاز الدولي بشكل عام معطل، وهيدا مش من هلا. بس النايب بيقدر يعمل تغيير. انتفاضه 17 تشرين كانت بسبيل صرخه، هالصرخه ما تلقفتها السلطه السياسيه لا هون ولا هون. نعم. الا بالحكي، انه بعدنا بالخطابات التافهه، والدولار صار ب 30,000 والناس ما بقى ثلاث ارباعها صارت تحت مستوى الفقر، وبالتالي المدارس بازمه، الجامعات بازمه، الجامعه اللبنانيه ما فتحت، مش مهم، مهم انه نعمل زعامه ونمشي الناس قطيع غنم، مش مهم المدرسه الرسميه شو نعمل لها، بس ندفع اموال طائله على مشاريع وهميه، على مشاريع لا طائله منها، ونوصل البلد لهون، ومين مسؤول؟ ضايع المسؤوليه. مين فاسد؟ في فساد، بس مين المفسدين؟ ما حدا بيحدد. هيدا اللي حابب نروح نشحد من صندوق النقد. نعم. بالمقابل نحن في اموال منهوبه بالبلد، ويني؟ مين مسؤول عنها؟ طيب ضربوا السلطه القضائيه بكل اتجاهاتها، صار القاضي اما تابع سياسيا بقراره، اما بخونوا، اما قاعد على جنب. طيب هلا في ازمه حقيقيه، امبارح نادي القضاة بيعمل بيان، ما بعرف اذا شفتيه، بحدد مواطن الخلل. طيب اليوم كيف البلد بده يمشي بهذا الإطار؟ نعم، بس استاذ إذا بدنا نرجع لموضوعنا واللي هو موضوع أساس، يعني هن نوايو النواب بهالأمور، يعني قدي اليوم بيقدروا هن يعملوا تغيير، وقدي بيقدروا هن يوقفوا بوجه إن كان الفساد أو التعطيلات أو غيره أو غيره، يعني إذا بدنا نحكي كقدرة بالقانون أو كواجب بالقانون أو كصلاحية بالقانون. النايب قوته بالحصانة المعطاة له. نعم. هلا وين صارت قصة الحصانة؟ هلا الحصانة صاروا بيستعملوها لغير ايش؟ ما هي المشكلة؟ الحصانة هي ضمانة وليست حماية. هي ضمانة للنايب بصفته التمثيلية تيحكي ويطالب ويشرع ويراقب الحكومة ويسائلها ويناقش الإدارات ويطلب، بتعرف اللجان بتقدر تطلب أي مسؤول بالدولة وأي وزير إنه يجي؟ أي مسؤول، أي وزير. احنا عم نشوف اليوم بالواقع شو عم بيصير. هي المشكلة لأنه اليرارشية معطلة. نحن اليوم لا عاد عندنا اوتوريتي، الايرارشي معطل، ولا عاد عندنا ستركتور. ليه؟ بس هن موجودين. طبعا موجودين، لانه يعني ما في مساءله. ما هي كيف صار؟ طب مين لازم يسائل؟ مش النواب؟ طبعا، بس النواب اليوم وقت اللي مش دور نايب واحد، هن كتلات اصلا. لهالسبب ما في شيء اسمه نايب عنا نحن. الكتل النيابيه قوتها، وهذا الشيء انا بتطلع فيه للانتخابات المقبله، انه قصه انه نايب وحده يفتح دكان انتخابي، دكان سياسي، هذا ما بيطلع شيء. بدك تكتلات أساسية تكون متفقة على مشروع إجباري تا يبلش التصحيح، لأنه الانتخابات المقبلة منا هي اللي بدها تغير كل شيء، بس هي بداية التغيير الحقيقي نحو نظام أفضل. منشان هيك نحن اليوم عم نحكي بهذا الموضوع، واللي ما بيمشي إلا بالمساءلة وبتحديد المسؤوليات، مش بموضوع أنه منسكر الموضوع ومنبلش عن جديد. لا، ما منبلش عن جديد، لأنه إذا بدك تبلش عن جديد في كتير وجع بدهم يتوجعوا الناس، وفي ناس سلبت اموال العالم والخزينه. نعم. والمصارف وكل شيء. استاذ منشان هيك حضرتك اليوم عم تحكينا بهالموضوع بالذات، لانه عم نمهد لمرحله جديده. منشان هيك كمان اليوم دور الناخب، هيك بعد عنا وقت كثير قليل، بس منشان هيك اليوم دور الناخب كثير مهم بانه يختار نواب لو كانوا من القديمين مخلوطين مع الجداد. بس بشو لازم يتطلع اليوم هيك سريعا الناخب؟ اول شيء اذا واحد لا سمح الله عنده مشكلة طبية ما بيروح يفتش عن أفضل طبيب. طيب كيف بدك تختار نايب أنت عارفه سلف أنه ما عنده القدرة أنه يكون نايب بالمعنى؟ شو لازم يطلب اليوم الناخب ليشوف؟ بده يطلع بمعايير الشخص. هل عنده القدرة العلمية والفعلية أنه يكون بالبرلمان قادر يشرع؟ لإله ولولاده؟ ما ياخدوها العملية اجتماعية
وبكراتين أكل وببونات مصاري وبشراية ضماير، لأنه المئة دولار اللي بيعطوه إياها أو المئتين أو الثلاثمئة فيها تكون ملايين إذا كان الشغل مزبوط. بتقديهم بتقديهم جمعة جمعتين ثلاثة، عم بخضعك أنت وابنك وكرامتكم، وعم بحط لك اسمك على الكمبيوتر وكل الناس بتعرف فيك. ليه؟ اليوم أنت مدعو كمواطن لبناني لتحرير نفسك، فيبلش التغيير ابتداء من الانتخابات النيابية. ما في تغيير ونفكر على المدى الطويل إلا من البرلمان. صح، نفكر على المدى الطويل أكيد لحتى نعرف نحن مصلحتنا كمواطنين وين. أكيد. دكتور أنطوان صفير، دكتور بقلقانو، شكرا لك. أكيد متابعين هالسلسلة مع حضرتك تباعا قبل الانتخابات تحديدا، رح ناخد بيك.